بدعوة من رئاسة الجمهورية أو بمساهمته في هذه الجولة، وهما مناسبتان كفيلتان بصقل ما تم إنجازه على المستوى التشريعي وإنهاء ما تبقى من مهام طبقاً لتطلعات شعبنا، الأمر الذي يستدعي التوقف عنده من خلال كلمة السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى جعفر فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، سيد رئيس الجمهورية، سيد رئيس الحكومة، معالي سفير فلسطين الحبيبة، سيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سيد عميد المحامين، سيد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، سيد مصطفى الفيلالي المحترم، السيدات والسادة نواب الشعب، سيدات والسادة ممثلو الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، توجه أولا بتحية خاصة وخالصة إلى القيادات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل على الدور الإيجابي الذي ما فتحت تقوم به هذه المنظمة الوطنية العتيدة وفاء لماضيها النضالي ومواصلة مساهماتها الفاعلة في كل المحطات الرئيسية التي مرت بها البلاد، بداية من معركة التحرر من الاستعمار البغيض وكسب الاستقلال وتأمين الثورة والتخلص من الاستبداد، وها هي اليوم تسعى بكل طاقاتها لإنجاح المرحلة الانتقالية. ومن خلالكم أحيي جميع العاملين بالفكر والسعي، كما أتوجه بالشكر إلى كل الحاضرين الذين اختاروا المشاركة في هذا المؤتمر إيمانا منا جميعا بضرورة تحمل المسؤولية التاريخية والمساهمة في تأمين المرحلة ورسم معالم مستقبل تونس العزيزة. قد مرت سيداتي سادتي 7 أشهر منذ انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني للحوار، وقد عشنا جميعا بعض أيام عصيبة وجراح لم تلتئم بعد، ولعل قمة حسرتنا شعرنا بها يوم استفيد يوم استشهد المناضل والقيادي الشهيد شكري بالعيد رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن جلسة اليوم تؤكد أن للاتحاد من طول النفس ووضوح الرؤية ما سمح له ويسمح له بالقيام بدور القوة الدافعة للخير والراعية للمصلحة الوطنية دون أن ينطبر من مواقفه شكرا ولا امتيازا. لقد استوعبت اليوم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني هذه الرسالة، فانطلقت الحوارات وتعددت الندوات، والكل يسعى بخطى ثابتة أحيانا متعثرة أحيانا أخرى، ولكن دائما بخطى تتجاوز العقبات من أجل تحقيق التوافقات. فكان العقد الاجتماعي في الذكرى الثانية لثورتنا المجيدة تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي يوم 14 جانفي 2013، وكانت المسودة الثالثة للدستور، وهنا لا بد
من التذكير لما يقوم به ما يمكن اعتباره جنود الخفاء، جنود الخفاء الذين يعملون في بعض الأحيان ليل نهار في إطار اللجان التأسيسية وهيئة التنسيق والسيارة، ندوات، اجتماعات، استماعات للخبراء ولمكونات المجتمع المدني، حوار وطني في كل الدوائر الانتخابية في داخل البلاد وخارجها، كل هذا سمح لنا بالوصول إلى مسودة المصدور قلت أنها جيدة ويظهر أني شرحتها كل جيد. وكان الاجتماع الذي ضم العديد من الأحزاب في دار الضيافة، وكان الملتقى الذي نظمه اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل دفع الاقتصاد، وها نحن اليوم نعقد الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للحوار بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل مدعوما بالهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولا شك أن حضور جل الأطراف السياسية وأبرز مكونات المجتمع المدني بعد مرور 30 شهر من هروب الطاغية لدلالة تؤكد نضج شعب وقدرة المحدث السياسية والاجتماعية على إدارة هذه المرحلة الدقيقة وعلى تجاوز عقباتها. سيدات والسادة، لا أظنني في حاجة لتأكيد أهمية التوافق. هذه الكلمة السحرية التي أصبحت بمثابة الملاذ كلما اعترضتنا عاصفة، إن انسجام الذي مررنا، إن الحل الأمثل والمنهج السليم هو التوافق لإخراج مجتمعنا من مأزق الانقسام والصراع والتناحر إلى مرحلة تجميع طاقات المجتمع وقواه الفاعلة قصد بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة المعتزة بهوياتها العربية المسلمة الوسطية المعتدلة والمنفتحة على القيم الإنسانية في كونياتها وشمولياتها، الضامنة لحقوق وحريات الأفراد والجماعات في إطار علوية القانون، كما يطمح إلى إرسالها سائر أفراد شعبنا الأبي. ففي حضوركم خير دليل على وعي جميع القوى الحية وانخراطها في هذا المسار مهما اختلفت الألوان والرؤى. لكن وفي المقابل ما يجب التذكير به هو ضرورة انبساط التوافق ضمن دائرة المصلحة العامة وخدمة البلاد والعباد. فأي اتفاق لا يعكس انشغالات وطموحات المجتمع سيكون مسقطا ومنفصلا عن بيئته وبالتالي غير ذي جدوى. كما أن الوفاق ينبغي أن يكون صلب العملية الديمقراطية، يساند عمل المؤسسات الشرعية ولا يعاونها، وإلا سيكون تجاوزا لإرادة الشعب. ومن هذا المنطلق ساندنا كل المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد توافقات على غرار المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني وحوار الأحزاب الذي احتضنه قصر الضيافة، وهذه المرحلة الثانية التي ينظمها الاتحاد وتجمع غالبية قوى البلاد، علما أن كل القرارات والاتفاقات ستصبح ملزمة يوم يصادق عليها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلون الشرعيون لشعبه. وهذا اليوم والحمد لله وبفضل كل الجهود المشتركة ليس ببعيد. سيدات والسادة، فقد قطعنا شوطا هاما في مسارنا على درب تكريس الديمقراطية الناشئة، ويبقى أمامنا مشوار أهم.
فالديمقراطية كسب بتعاقب الإنجاز وبناء بتراكم التجربة. فمنذ المرحلة الأولى للحوار وإلى حد الآن تقدمنا في كثير من المسائل قد لا تبدو للعموم بالوضوح الكافي، ولكن العارف بخصوصيات المرحلة ومتطلبات إيجاد التوافقات بين نواب وممثلي الشعب من مشارق مختلفة وبين أحزاب تبحث عن التموقع في الساحة السياسية وتستعد لمواعيد انتخابية بالغة الأهمية، إن العارف بكل هذا يعلم أن النتائج التي توصلنا إليها نتائج مطمئنة وأنها غالبا ما تكون في مستوى المحاكم. لقد أنهى المجلس الوطني التأسيسي صياغة مشروع الدستور بعد عمل مذنب نتيجة مراكمة جلسات الإصغاء والتفاعل مع المواطنين وأهل الخبرة من داخل الوطن وخارجه وبتنسيق مستمر بين مختلف اللجان التأسيسية وهيئة التنسيق والصياغة في جلسات مراكمية، ولا يمر يوم دون أن ندخل في الصياغة تحسينا وفي المضامين تدقيقا. وسننهي إن شاء الله أعمالنا ونقدم مشروع الدستور في الأيام القليلة القادمة، ويمكن أن نؤكد على أهم المضامين سواء تعلق الأمر بهوية تونس العربية الإسلامية وبالدولة المدنية، بالحريات وحقوق الإنسان في كونيتها، بالحق النقابي وحق الإضرار، بمكتسبات المرأة والمساواة، بنظام سياسي ديمقراطي يكرس التفريق بين السلطات، التوازن والانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية واستقلال القضاء. كذلك فيما يخص ببعث ولأول مرة في تاريخ تونس لمحكمة دستورية، وستنطلق مناقشة المشروع بالجلسة العامة في بداية شهر جوان، والمصادقة عليه إن شاء الله وبفضل كل هذه التوافقات والسعي المستمر إلى الاتفاق حولها المصادقة عليه بأغلبية الثلثين منذ القراءة الأولى في شهر جويلية وفق الرزنامة التي اتفقت عليها مختلف الكتل النيابية واتفقت عليها جل الأحزاب السياسية، والتي تحدد الثلاثي الأخير من السنة الحالية كموعد للانتخابات القادمة. بالطبع هذا الموعد سيقع تطبيقه نهائيا بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سيداتي سادتي، لا خوف على الدستور ولا مجال للتخوف منه. الدستور بين أيادي آمنة تحفظ وعيون ثاقبة تسهر عليه. وفي مجال آخر فقد تم اعتبار قانون هيئة القضاء العدل والتي ستنطلق في تسهيلها لشؤون القضاة في أجل قريب تكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، كما تم الإعلان في المدة الأخيرة عن الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بعد استشارات واسعة بين مختلف الأطراف، وفي ذلك أيضا تكريس استقلال الإعلام. سيدات والسادة، ماذا ننتظر من جلسة اليوم؟ يمكن أن أقول بكل بساطة وسرعة أن قرار الانتقال السياسي موضوع على السكة، ونحن كلنا اليد اليد قادمون بتضافر الجهود وبفضل التوافقات الحاضرة والقادمة، قادرون على احترام الرزامة وتنظيم الانتخابات قبل موفى هذه السنة. ولكن هنالك قضايا لابد أن نواجهها بكل حزم وبكل صراحة وحجة. أولا مسألة الأمن، لابد أن نكون كلنا
مجندين لمقاومة الإرهاب. وهي مناسبة لتحية أشاوس القوى الأمنية وأبطال الجيش الوطني بما يقومون به في كل أنحاء البلاد لتأمين أمننا وخاصة في جبال الشعان. المسألة الثانية هي الاستقرار، وهذا الاستقرار بالطبع مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن، ولكنه كذلك مرتبط باحترام هيبة الدولة واحترام المؤسسات الاقتصادية التي هي المنبع الأساسي لتوفير مواطن الشغل. تذوب الأشخاص وتفنى، ولكن الدولة والمؤسسة باقية. على هذا على من يطمح إلى آخر مقاليد الحكم غدا في إطار الشرعية وفي إطار الانتخابات الشفافة والديمقراطية، وعلى من ينمي وله الحق كامل الحق في ذلك أن يقود ويتسلم المقود في قادم الأيام، أن يفكر في صيانة ما سيريثه غدات الانتخابات. إذا تفككت الدولة سيكون المصاب جلل، ولن نرث شيئا إذا ما تواصلت هذه الحملات التي تهدد وتمس بشرف القيادات وتمس بشرف المؤسسات وتمس باستقرار المؤسسات الاقتصادية. ونحن نعتقد أن النجاح للمرحلة، وطبعا نحن لسنا في قرار، ولكن ربما إذا تمكننا بفضل كل هذه التوافقات والحوارات تمكننا من تأمين المسار السياسي والانتقال الديمقراطي واتفقنا على المواعيد الانتخابية، فإن كل ذلك يبقى منقوصا إذا لم نؤمن الأمن أولا للأمنيين أنفسهم وللشعب التونسي كله، وإن لم نؤمن الاستقرار. وهنا ولا أرى ذلك بالنسبة للاتحاد شيئا عسيرا، وهو الذي ناضل وقدم التضحيات الجسيمة من أجل تونس، من أجل استقلالها وحرياتها، ومن أجل استقرارها وديمومتها. أفكر في هدنة لمدة الأشهر التي تفصلنا عن الانتخابات، وهذا ممكن إذا تذكرنا ذلك اليوم الهام يوم 14 جانفي عندما وقعت الأطراف المعنية حكومة ومنظمة شغيلة ومنظمة الأعراف على العهد الاجتماعي. لابد من التفاعل مع هذا العهد، وهذا ممكن، وهذا ليس على من يحب تونس يا عزيز. السيدات والسادة، أصبحت اليوم المكونات المختلفة على المحك، وهي مطالبة من باب المسؤولية الوطنية والتاريخية لإنجاح المشروع الديمقراطي، ويتطلب ذلك حكمة وضروري وتجرد. ونحن نبارك الحوارات الجدية التي قامت وتقوم بها عديد الأطراف، والتي من شأنها دعم الانسجام والتقارب وإيجاد الأرضية المشتركة التي تساهم في تنقية الملاخ وتسهل عمل المجلس الوطني التأسيسي، وتمكننا من إنهاء هذه الفترة الانتقالية وإنجاحها في أحسن الظروف. السيدات والسادة، أرى أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، وبصدقنا وثباتنا على مبادئنا وتضافر جهودنا نحن قادرون على تجاوز المرحلة بسلام وإرساء تقاليد ديمقراطية لا محيد عنها. عاشت ديمقراطياتنا الفتية، عاشت تونس حرة أبية، وفقنا الله وإياكم بما فيه خير وطننا العزيز وشعبنا الكبير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.